وهذا سائل آخر أحسن الله إليكم يقول: إذا أخبر الأب أولاده عن فضل الصدقة وأنه تصدق بكذا وأن الله عوضه كذا، فهل يكون هذا من باب الحث أو يكون من باب الرياء؟ باب الحث، هذا من باب الحث. يقول: تصدقت بكذا وعوضني الله خيرا مما تصدقت وأكثر، من أجل أن يراقبهم في الصدقة طيبة. نعم.